عايز أجهزة كهربائية سعر الضمان بنص التمن من أعلى البراندات عندي، عايز موبيليا استعمال نظيف من أعلى الخامات ومن أعلى الجودات بنص التمن عندي. احنا موجودين فين؟ سوق التونس الحضاري. مساء الخير على كل متابعينا ومتابعي جريدة الوطن في كل مكان. احنا دلوقتي معاكم في فيديو جديد من داخل السوق التونسي الحضاري. هنعرض لحضراتكم ارخص الاجهزة الكهربائية المستعملة، يعني اسعار كده ولا في الخيال، حاجات كسر زيرو باسعار بنص الثمن زي ما بيقول، وكمان موبيليات خامات كويسة جدا باسعار ولا في الخيال. معنا دلوقتي احد التجار من داخل السوق التونسي الحضاري اللي عرفنا اكتر ويكلمنا اكتر عن المنتجات اللي موجودة داخل السوق التونسي. احنا بنرحب بيك معنا على جريدة الوطن. ان شاء الله شايفين حاجات كتير قوي، اجهزه كتير قوي باسعار، انا سمعت كده اسعار ولا في الخيال الحقيقه، نص الثمن فعلا ان شاء الله، بنص الثمن ان شاء الله باذن الله. قول لي بقى الاجهزه، احنا شايفينها ما شاء الله يعني جديده، يعني اقدر اقول ليها جديده؟ ايوه، هي بتبقى استخدام اشهر، استخدام سنه، في حاجات استخدام 3 سنين، حسب حالتها بيبقى سعرها ما شاء الله، ولو فيها دوفيو ولا حاجه بيبقى بسعر اهدى عن نص الثمن. تمام معايا. ببدا بثلاجه وايت وير 16 قدم نفرست، سعر 13000 جنيه، ده سعرها الطبيعي النهارده معديه 28000 جنيه. سعرها 13000 جنيه؟ 13000 جنيه. سعر جديد 28000 جنيه. بسبب ان الضمان منتهي، بس الموتور شحنه شركته شغاله، الفريون كويس، تجميد فوق، تبريد تحت، حاجه ممتازه. معايا الشرب ده. هل فيها خدوش طيب؟ هل فيها حاجات بسيطه؟ مص مكان المقبض كده مثلا، مكان اليد بتاعت المقبض، حاجات ولا في يعني بس ما شاء الله، يعني الثلاجه ما شاء الله زي الفل كجهاز. ما شاء الله زي الفل. معايا الثلاجه الشرب دي ضمان وكرتونه، دي ضمان ساري 7 سنين ومعاها الكرتونه بتاعتها. الثلاجه دي النهارده سعرها الطبيعي 23000 جنيه. 23000 جنيه جديده؟ ده جديده، احنا عارضينها في سوق التونس الحضاري يا فندم 13500 جنيه. معايا هنا. طيب فيها ضمان دي ولا لا؟ فيها ضمان 7 سنين. سبع سنين، سبع سنين، السيريا نمبر بتقول كده والورق اللي معايا بيقول كده. عندك ايه تاني؟ عندي الفريش ديت ديجيتال ضمان ساري 4 سنين. يعني انا عايز اقول لك اللي انا شايف اللي هي يعني جديده، يعتبر جديده. دي سعرها 14000 جنيه، ده الطبيعي بتاعها حوالي 23-24000 جنيه النهارده. سعرها كام؟ 13؟ لا 14000 جنيه. 14000 جنيه. سعرها جديد بكام؟ سعرها جديد في حوالي 23-24000 جنيه. 23-24000 جنيه. هل فيها مثلا متغير لها حاجة؟ لا، بقول الناس بتسأل برضه، حد حابب يجي يشتري مثلا عايز يطمن، وبيبان على سعرها. طبعا دي ليه؟ طبعا شحن شركة، ليه إن هي ما تضربش فيها مفك. وكمان في حاجة مهمة جدا، ان احنا ضمان المحل 21 يوم، لو في اي مشكله في الجهاز قبل ما تلجأ للضمان بتبدا تستبدله او بتاخد فلوسك تاني لو انت مش حابب الجهاز طول ما في عيب. يعني هو حمل الثلاجه مثلا قدام معايا 21 يوم، لو حصل اي مشكله او ظهرت اي مشكله بيرجعها لك وياخد فلوسه. ده لو الضمان ما حلش معاه وما عملوش ان هو بياخد ضمان فعلي، حتى كمان لو ما لجاش للضمان يرجعها لك، يرجعها لي خلال 21 يوم بتاعتي. 21 يوم بتاعتي. الله، جميل. تمام. معايا الكبياس ديت، دي فيها 9 سنين ضمان، بس دي فرست، دي سعرها 7500 جنيه. 9 سنين ضمان، 9 سنين ضمان، اصدار 22. معايا دوفي هنا بس الدرج مكسور، هو ده المشكله مثلا الوحيده. تمام. قلت لك كام؟ دي ب 7500. ب 7500. معايا الفليزر الكريازي 7 درج، ده 12500. ضمان كان. ضمان بتاعه في حوالي 3 سنين، ان الكريازي بتدي 5 سنين على الفليزر. 7 درج. 12500. 12500. سعره جديد كام؟ سعره جديد حوالي 22000 جنيه النهارده. يعني 10000 وفرنا. 10000 وفر طبعا، والجهاز ما فيهوش اي دوفيه. جميل. يعني عندنا اهم حاجه في وحده التبريد ان الشماطور يبقى شحن شركه، ما بيعملش تلج، النو فروست ما بيعملش تلج، لو حاجة تانية بتعمل تلج تبقى دي فروست، ما بتعلاش عن 5000 جنيه أعلى حاجة في الدي فروست. معايا الشاشة 32 بوصة، ضمان ساري 4K، دي سعرها 3000 جنيه. دي ولا إيه؟ لا، مستعملة كسر زيرو برضه. مستعملة؟ كسر زيرو، استخدمت 5-6 شهور، سنة بكتير قوي. طب عايزين نشوفها. طيب عينيا عينيا، يلا وراني عينيا يا فندم.
الضمان بتاعي فعلي هنا السيريا نمبر اصدار 22 22 دي سعرها كام؟ دي سعرها 3000 جنيه وادي الريموت بتاعها كل حاجه موجوده معاك طبعا سعرها 3000 جنيه هات الحامل يا عبد الرحمن ده الحامل بتاع الحيطه برضو ما رضيتش اسيبه بنوفر للناس لو قلت لك سعرها جديد بكام مثلا يعني هي بتبقى فرنج حوالي 4500 4800 يعتبر شبه جديده يعني انت هي جديده بتتحط في هتيجي توفر 2000 جنيه او 1000 ونص يعني طبعا طبعا وضمان ساري انا معايا ضمان ساري وضمان ساري ضمان ساري معايا بقى غرفه النوم الخشب زان احمر ديت تمام كمان يعني مش اجهزه انت اصلا اساس موبيليات اساس موبيليا ما شاء الله الاساس موبيليا تخصصي ان انا باخد حاجات من قصور وفلل وشقق راقيه بتعامل معاهم بنص الثمن هم بيبقوا عارفين ان انا فارش في سوق بسيط بيجيبوني تمام باخد الحاجه بنص الثمن تمام بقدر بقى اساعد بيها الشباب او الناس اللي مش قادره تروح المعارض التقيله في دمياط او الحاجات ديت بياخدوها مني بنص الثمن لو فيها حاجه عايز تتلمع حاجه تتظبط بظبطها لهم اغلفها لهم ويبدا بدل ما هياخدها مثلا من المعرض ب 50000 ب 60000 بيجي عندي مثلا ياخدها ب 15 18 20 25 حسب الغرفه سعرها كام جديد والكواليتي بتاعها بيتكون من ايه وكم قطعه ومقاساتها ايه دي بكام بقى دي سعرها 23000 جنيه 23000 دي مكونه من دولاب 3 متر كل الخشب دوت هاند ميد زان احمر تمام دولاب سرير تسريحه 2 كوموت شيفونير الادراك كلها طبعا متبطنه بالقطيفه من جوه عندي الغرفه المودرن ديت دي النهارده انا معايا فاتوره الاوضه ديت صاحبها جايبها ب 85000 جنيه يا استاذ اشرف 85000 ب 85000 جنيه في 21 يعني النهارده عشان اجيبها ولا 120000 جنيه انت بقى بتبيعها بكام انا ببيعها ب 35000 جنيه فقط طبعا انت شايف الكواليتي عامل ازاي من جوه نظام دريسنج يعني من جوه نظام دريسنج طبعا الخامه كلها خشب زان انا بركز على الكواليتي بتاعي بركز ان انا اجيب كواليتي حاجه محترمه افيد الناس ان يعني ايه الناس تعبانه وشقيانه فلازم اجيب لها حاجه كويسه انت كمان عندك عندي بوتاجازات كمان ده داخل الضمان تمام سعره 13000 جنيه في المعرض انا طرحه ب 7000 جنيه ب 7000 7000 جنيه ده استخدم حوالي اسبوع اسبوعين شهر بكتير قوي انت عايز تقنعني ان ده مستخدم اصلا ده استخدم بدل ما اتحطت فيه الاكور كده دوت استخدم بس هو يعني ما شاء الله جديد جديد عندي دوت عامل 5000 جنيه يونيفرسال خمسه شعله برده تمام عندي غساله يونيون اير لسه جديده دي سعرها النهارده 12500 انا طريحها ب 7500 اهيت دي ما استخدمتش ليه طريحها كده عشان دي موديل 21 تمام مش موديل 23 جينا هنا بقى لموديل 23 التورنيدو التورنيدو سعرها 23000 جنيه 15 كيلو جديده انا طريحها هنا ب 14000 جنيه ضمان ساري الخمس سنوات استخدمت شهرين ثلاثه ده كله خشب زان احمر هاند ميد تمام زي ما انت شايف كده يا فندم كل ده هاند ميد خشب زان احمر معايا هنا الشلاب بتاعته كلها سفنج من تحت كله عموله معايا هنا السوستة بتاعتها حاجة محترمة جدا طبعا انا بفتح طبعا انا مش هوريكم مفاجأة ولا حاجة انا بوريكم بس ايه ان الحاجة العمولة بيبان عليها ست البيت بتبقى عارفة الكلام دوت الناس الصناعية الناس البسيطة كل الناس بتبقى عارفة الكلام دوت يعني صالون زي ده مثلا بكام؟ الصالون زي ده جديد يا استاذ اشرف ما يقلش عن 35000 جنيه في المعرض ترابيزته بحاجته كلها اتنين كنبة وكرسيين ده انا طرحه ب 20000 جنيه بس 20000 جنيه تمام سوق التونس الحضاري اصلا فين يعني ناس كتير بتسال عليه يعني سوق التونس الحضاري ده في القاهره تابع لحي البساتين طريق الاوتوستراد اتجاه المعادي بجوار المجزر الالي دول غرفتين للاسف انا عارضهم على بعض ان في ناس بتيجي تقول لي انا عايزه غرفتين على بعض فانا عشان عندي غرف كتير ما شاء الله فبقى عارض ايه يعني دول كويسين خشبهم كله زان احمر شغله فرنساوي شغل هادي دول النهارده سعرهم في المعرض ما بيقلش عن 120000 جنيه الغرفتين دول انا طارحهم ب 45000 جنيه فقط الغرفتين انت متخيل فرق السعر ولا ايه انا عايز سياده المشاهد عشان يتخيل عشان بس الناس ما تقولش اللي احنا بنقول كلام مش مظبوط انت فاهم متخيل فرق السعر يا فندم يجي يشوف ويجيب نجار معاه وقبل ما يشوف ويجيب نجار معاه يوري له الصور النجارين في بلدنا او الاسترجيه او الاحترافيه او الناس اللي عندها خلفيه عن الكواليتي
بيبص للحاجه بيعرفها. شكرا لمتابعينا ومتابعي جريده الوطن في كل مكان. كنت معاكم انا اشرف العمده من داخل السوق التونسي الحضاري. عرضنا لحضراتكم اجهزه كهربائيه بيعتبر بنص الثمن، حاجات كسر زيرو، كمان موبيليات حاجات قيمه جدا والجوده بتاعتها كويسه جدا برضو باسعار بنص الثمن.